سوق صور. الحين دخلنا سوق صور القديم، شوفوا ما شاء الله هذه التوسعة الجديدة أو التعديل الجديد اللي عملوه لسوق صور. تمشون الصور حولكم يمين ويسار، الزخرفة اللي عملوها، الأنترلوك اللي نعمل في سوق ولاية صور. بدوا اللوحات المحلات اليافطة خلوها موحدة، وعدلوا السوق وجملوه بالطريقة اللي تشاهدونها حاليا. أصلا اليوم احنا السبت وأمس الجمعة كان أكثر الأيام يكون فيها السوق ازدحام، وأكثر من يولي السوق هم الحريم، لأن أغلبية الأغراض اللي موجودة هنا أغراض تخص الحريم، فيو الحريم من كل مكان في عمان، مش فقط صور، من كل مكان أيوا يتسوقوا ويتبضعوا من صور. وهذا كان خالد العلوي، هذا كان خالد العلوي من أشهر المحلات صور اللي يبيعوا بخور وعطور، خالد العلوي. وهني أحد الشباب، كيف حالك؟ من وين؟ من مزيونة والنعم. الحين إيش قاعد تسوي أنت بالضبط؟ والله تصفي اللبان. هذا أي نوع من اللبان الآن يصنف؟ هذا في نوع عادي، هذا الصافي وهذا الأخضر. شوف 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 شو الأخضر؟ الله، بهذا الطريقة طلعت الأخضر والعادي والصافي. كم يأخذ منك وقت؟ والله حسب عليه، لو كثير يأخذ شوية. الله يعطيك الصحة والعافية. هذا الأخضر بكم؟ والله الكيلو 20 ريال. والعادي؟ العادي الكيلو بخمسة. والصافي؟ 8 ريال. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني هذا الشيء للنباه يكون موجود في كل أسواق السلطنة. شوف مثال ولاية سوق ولاية صور. شوف السوق القديم كيف منظم، المحلات المرتبة، الممرات، الكراسي، الممرات واسعة، أيضا في شاشات. هذا الشاشات أتوقع أنها بعدين راح تعرض يمكن دعايات إعلانية، يستفيدوا من كل حاجة، كل حاجة منظمة ومنسقة ومرتبة في سوق ولاية صور القديم. وهذا نهاية السوق، تطلعون عاد متوجهين إلى الشاطئ أو أنكم تروحوا إلى مسقط من هنا، وحقيقة حاجة جميلة. من اللي نفذ هذا السوق وعمل على تطوير هذا السوق؟ الحين بوريكم، تعالوا شوفوا هذه البوابة. الله، ايش حالات البوابة. شوفوا سوق صور القديم، بوابة كبيرة ما شاء الله، وزارة الداخلية. طبعا الشكر ايضا لبلدية صور، والشكر موصول للشركة العمانية الهندية للسماد ومفكو. صار سوق جميل، حتى لطريقة النخيل الاصطناعي عطى جمالية، عطى شيء جميل للسوق. وانت داخل السوق الحريم من كل مكان في عمان اتين لسوق ولاية صور، اللي تبنى بتحصلنا. عاد ناهيكن عن الروائح الصورية والبخور الصوري والملابس والخيايط والشغل كله هني، والنساء العمانيات عندهن سوق خاص، شابات العمانيات تعالوا لسوق ولاية صور.